صلوا هكذا الرب يسوع عايز يعلمنا ازاي نصلي الصلاه الحقيقيه اللي تدخلنا الى قلب الاب والى محضره أخي أندرو تكلمنا في الحلقات السابقة عن الجوانب السلبية م. للصلاة شفنا الرب يسوع حضر م. أن احنا نكرر الكلام باطلا كالأمم لأنهم م. يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم م. شفنا كمان أنه ما نصليش وإحنا في قلوبنا رياء كالمرائين م. قدام الناس اللي عايزين نمجد من الناس عايزين ناس تشوفنا وإحنا بنصلي أو بنقدم صدقة أو تكون عبادة ظاهرية لكن من غير العلاقة الحقيقية الفردية اللي هو اغلق ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي م. الى ابيك الذي في الخفاء م. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنيه. م. النهارده عايزين نشوف الجوانب اللي الرب كان عايز يعالجها، ايه الحاجات اللي دخلت على الصلاه الحقيقيه اللي رب اسسها في العهد القديم وقبل ما يخشها بقى موضوع الرياء وموضوع تكرار الكلام باطلا كالامم الحاجات اللي هم اتشبهوا بالامم بيها وافسدت حياه الصلاه في شعب الله. الحقيقه ان كل الكتاب المقدس مليان بال... بالتحفيز والتشجيع على الصلاه بعهدي سواء العهد القديم او, أو العهد الجديد. وان الصلاه كان لها دور مهم جدا واهميه كبيره جدا عند اليهودي زمان. ما كانتش الصلاه شيء ثانوي ولا شيء كده مهمل. الناس بتظن لما بندرس العهد القديم مش شايفين يعني، لا الصلاه كان لها اهميه شفنا شخصيات زي نحاميه، شخصيات زي دانيال، شخصيات زي عذره، شخصيات زي ابراهيم كان مهتم جدا بالمسبح والمسبح يشير الى العلاقه الى الصلاه فالصلاه كان لها دور عشان كده اليهود ومعلم اليهود قالوا كده ان الصلاه هي اعلى وارقى درجات العباده والواجبات الدينيه التي يجب ان يقدمها المؤمن اليهودي الى الله ومن اهميه الصلاه اليهود حددوا اولا قبل ما اقول حددوا كان في انواع كثيره من الصلاه عند اليهودي مترابطه او متزامنه مع مناسبات عده بيجتاز فيها اليهودي من خلال الاعياد والمناسبات الدينيه لكن في نفس الوقت اليوم بقى نفسه اليهود حددوا انه يجب على اليهودي ان يصلي ثلاث مرات في اليوم وكان لهم صلاه معروفه جدا اسمها صلاه اشماع دي صلاه معروفه اللي هي الايات اللي جايه في سفر التسنية صح ستة وعدد تسعة اشمع اسرائيل يهوى الوهين يهوى اخاد يعني اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب, رب واحد. كان اليهودي بيصليها بتتكرر ثلاث مرات في اليوم في الساعه الثالثه اللي هي الساعه التاسعه صباحا في الساعه السادسه اللي هي الساعه الثانيه عشر دورا اللي هو منتصف النهار في الساعه التاسعه اللي هي الساعه الثالثه في الع... العصر كان لازم اليهودي يقف واي واول ما الوقت ده يحل ويجي على اليهودي في اي مكان هو موجود فيه مم. في الشارع يقف يقولها في الغيط يقف يقولها في ماسك في ايده خشب ونجاره ومنشار يسيب كل حاجه ويقف يقولها في زوايا الشارع يقف يقولها وده عشان كده يقولوا يص... يحبون ان يصلوا في زوايا مم. الشارع لان هو ده كان المكان جت الساعه التاسعه يسيب كل حاجه ويقف يصلي جت الساعه 12 الظهر يسيب كل حاجه ويقف يصلي جت الساعه 3 العصر يسيب كل حاجه ويقف يصلي وما ينفعش يتشاف يهودي في التوقيدات دي مش بيصلي مش واقف يصلي حيح. في البيت في الغيط في العمل في الشارع في اي مكان حل عليه التوقيت ده يسيب كل حاجه ويقف يصلي وكان هناك مراقبين من واو. الفرق اليهوديه ومعلم اليهود وفيما بعد من الفريسيين يراقبوا الناس عارفه يعني انا بشوف النهارده زي اللي بيحصل في السعوديه <applause> نهي <applause> يعني عن المعروف والامر اه لسه كنت أقول التعبيرات دي الامر بالمعروف والنهي عن ربنا يباركك انت آه يعني. التعبيرات يعني نفس التطبيق الحادث اللي نشوفه قدام عينينا لجامعات آه. اسلاميه موجوده اللي هو الامر جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يضربوا الشخص بالعصا في السعوديه لو جه طبعا الامور دلوقتي فكت شويه احنا بنتكلم من خمس سنين فيما <applause> بس قصدي <أزي> احنا <applause> اصل الفكره جت منين اصل الفكره جاي من <applause> وتلاقي بصي هي تقليد او تطابق او نسخه طبق الاصل تلاقي مثلا لما يجي فرضيه الظهر او بتاع ما عندوش مانع ان يفرش في وسط الشارع ويحط السجاده ويقف يصلي نفس اللي كان بيعمله اليهودي زمان بالظبط يقف يصلي ويروح واقف بطريقه معينه ومعلي صوته اعلى ما يعني يمتلك من صوت ويقول العبارات دي اشمع يا اسرائيل يا هو الوهيم يا هو اخر يعني يركز دايما على اصدار صوت ان الرب الهنا رب واحد يركز دايما على اصدار صوت ان يجب على اسرائيل انها تعلن هذا الحق الكتابي وكانوا ينبهوا على الناس ان قبل الطفل ما ينام في الليل لازم يردد في ودنه ويخلي الطفل يردد وراه الصلاه دي ثلاث مرات واو لازم ده كانت العاده اليهوديه في الوقت ده والحقيقه انه كانوا يعني مهتمين قوي بممارسة الجزء ده الحقيقة لما حضرتك قلت إن ال... اليهودي بيصلي في كل حاجة افتكرت حتى يونان مم. يعني حتى في بطن الحوت صلى يونان صلى آه. والحاجة بقى الايجابية مم. يعني فاكر أيام آه داريوس لما مم. قال ما حدش يطلب طلبه او بالزبط. يصلي صلاه الا للملك داريوس دانيال عمل ايه؟ كعادته ثلاث مرات آه. في اليوم كعادته آه. يعني الثلاث مرات زي ما حضرتك قلت الساعه 9 آه. الصبح 12 الظهر ثلاثه بعد الظهر بتوقيت بتاعتنا احنا مم. دلوقتي عشان نقدر دي تكون قريبه لاذهاننا ان دانيال كعادته مم. صلى الثلاث مرات في اليوم عايزين نشوف الجوانب الإيجابية أو الـ الـ المفهوم الصحيح ده معناه للصلاة. ان اليهودي كان بيقدس الصلاة م. وده معناه ان اليهودي باستمرار كان بيذكر نفسه ومن خلال النداء العالي اللي هي صلاة اشماع يذكر الاخرين أن لا سيادة ولا سلطة ولا ملك ولا ملك ولا إله إلا الرب وحده هاللويا. وعايز أقول تعبير لدارس اللغة العبرية يعرفوه يعني لما يقول في الصلاه دي اشمع اسرائيل يهوى الوهيم يهوى غير الوهيم مع ان الاسم لشخص واحد م. الوهيم علاقه الله بالخليقه الخالق, فكل الخالق الكون الخلق يهوى علاقه الله بالانسان ولما يبدا اشمع اسرائيل يهوى يهوى في معناها الحاضر الدائم واجب الحضور بذاته بذاته، يعني إلهنا مش إله متغيب. مم. إلهنا مش إله محتجب. إلهنا مش إله بعيد. بيذكر نفسه يذكر الأمة حواليه أن إلهنا إله حاضر موجود في وسطينا له المهابة له السجود يحق له العبادة يحق له النداء من ضمن تعريفات كلمة الصلاة عند اليهودي النداء. مم. اللي خدوا المسلمين اللي هو الأذان النداء النداء بإعلاء الرب النداء بإعطائه المكانة النداء بعظمة الرب النداء بوحدانية الرب يهوى الوهيم يهوى اخاد اخاد في العبري أحد. يعني واحد م -م. لكن اخاد لها عمق اكتر من كلمة واحد كواحد عددي أو واحد رقمي كلمة اخاد في العبري تعني الوحدانية الجامعة م -م. والكلمة دي جت في سفر التكوين وكان مساء وكان صباحا يوما, يوماً واحدا أخاد يوم, يوم بالعبري يعني يوم برضه يوم أخاد يعني اليوم الجامع للصباح والمساء فده إعلان في العهد القديم على نوع وحدانية الله إن نوع وحدانية الله ليست نوع بس الله واحد كرقم وحدانية رقمية فارغة لكن وحدانية جامعة حتى كلمة إلهيم م. إلهيم يعني إلهيم نفسها م. كلمة جامعة لأن اليه والميم في الآخر بالعبري صفة يعني جمع بالضبط. زي ما احنا مثلا في الإنجليزي بالضبط. بنحط أس في الآخر آه من صيغة تعظيم, تعظيم. لكن صيغة جمع, جمع. يعني لو جمع ولو صيغة وحدة. تعظيم كما يظن البعض الله مش محتاج تعظيم أولا لأنه عظيم في ذاته حاجة ثانية كان استخدمها في كل الكتاب المقدس بالظبط لكن استخدامات ألوهيم كانت تستخدم في عبارات معينه وفي اشارات معينه لتدل على وحدانيه الله وسيادته المطلقه والله الله الخالق كمان لما حضرتك ذكرت آه اهيا الذي اهيا الرب مم. الحاضر الدائم الحضور مم. بذاته مم. افتكرت كمان الرب يسوع لما قال ها انا معكم كل, كل الايام, الأيام الى انقضاء الدهر الرب يسوع كان بيعلن انه مم. هو برضو هو ياه. يهوه الظاهر في الجسد. إثنين أو اثنين ثلاثة بإسم بإس... هناك أكون. شوفي بقى في إثنين وسطي. وثلاثة في فرنسا إثنين وثلاثة في مصر نفس التوقيت أو في توقيتات مختلفة إثنين وثلاثة في إسبانيا إثنين وثلاثة في أستراليا شوف الفرق الجغرافي بالزبط. والرب حاضر موجود حضور خاص لا يتكلم هنا عن الوجود الإلهي اللي بيحول الخليقة كلها لكن يتحدث عن وجود خاص. للرب في وسط المؤمنين نقدر نقول الحضور الشخصي بزبط. العلاقة هو الشخصية ده هو ده يهوى الاسم الرب. الشخصي للرب وده هنيجي عنه في اسماء الله لما نتكلم عن ليتقدس اسمك وده الاعلان اللي كان عايز يعلنه لموسى لان الشعب كان صغر نفس من اجل العبوديه القاسيه شعب مستعبد رب عايز يقول لهم ان انا مش اله بعيد عنكم مش 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 حاسس بيكم لان سمعت صراخهم رايت انيهم نزلت لأخلصهم ده اسمي بقى اللي انا عايز اعلنه ليكم اهيا الذي اهيا لما موسى قال له لا اروح اقول للشعب اسمك ايه فساعتها رب قال له اهيا الذي رب الحاضر معاكم المهتم بيكم الم متفاعل معانا آه. والكلمة نفسها تعني في حياة حياة دائمة بالظبط يعني كلمة يهوه هي الجذر بتاعها حياة في حياه لان اله عارف آه. في اللغه العبريه اخ آه آه. آه اندرو اله الحرف الوحيد اللي بتطلع فيه نفس بالزبط. زي ما في يعني في التكوين لما يقول م. الرب جبل الرب اخذ ترابا من الارض وجبل ادم م. ويقول ايه نفخ في ان فيه نسمه حياه م. فصار ادم نفسا حيه حتى الرب لما غير اسم ابرام لابراهيم حط حته من اسمه في ابراهيم عشان كده جاب حياه قبل كده ابراهيم ما كانش بينجب يعني حياه لكن بعد لما رب غير اسمه فالاهيه دي كان فعلا منبع للحياه بالظبط مش بس دي ال 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 الشكل الصلاه الوحيده اللي كانت عند اليهود لكن كان عندهم نوع تاني من الصلاه ودي كانت صلاه مكتوبه <تصفح> وكان المعلم اليهود او في فترة الأنبياء لما كانوا الأنبياء موجودين في وسط الشعب أو فيما بعد معلم اليهود كان يكتبوا لهم فقرات صلاة يرددها اليهودي باستمرار ودي اللي شوية تحولت مع الوقت إلى عادة تكرار فقدوا آه. روح الصلاة ومع الوقت أصبحت مجرد محفوظات. تكرار. محفوظات بتكرار النوع ده من الصلاة كان بيسمه إشموني أشرة اللي هو الثمانية عشرة كانت بتتكون من 18 فقره وكل فقره فيها تمجيد للرب بشكل معين ولازم يتلو كل وقت يصلي فيه الجزئيه دي وكانت بتتقال يوميا لازم يوميا بخلاف صلاه الاشماع لازم يوميا وما زال كتير جدا من الفرق اليهوديه يرددوا هذه الصلوات لهذا اليوم يردد 18 فقره كل فقره تخص صفه من صفات الله صفة العدل صفة الرحمة صفة الملك صفة المحبة صفة الصلاح صفة القداسة صفة الع... كل فقرة من الفقرات ال دي تخص صفة من الله ويقولها بشكل متكامل وبيقولها وهو المفروض ذهنه واعي وذهنه شغال وفي حضور لله قدامه وهو بيقول الصلوات دي كان عندهم ايضا انت عارفه انه عندهم يوم القفاره <applause> في يوم القفارة كان عندهم عشر أيام اسمها أيام التوبة اللي هي تخص يوم القفارة اللي هو الشعب بيستحضر نفسه يتقدس. في توبة ويتقدس بكلمات توبة قدام الله كانوا اليوم ده اللي هو أبينا مليكه اللي هو أبونا ملكنا كانوا يقرروا كلمة أبونا ملكنا أربعة واربعين مرة وربعة ليه؟ لان اليهودي كان بيقول كده على الرغم ان احنا شعب للرب وعلى الرغم ان احنا نقدر نقول كشعب مش كفرد يا الله ابونا لكننا لا ننسى ابدا ان الله هو الملك على حياتنا وكلمه الملك عند اليهودي لا تعني شعب منتسب لشخص لكن كلمه الملك عند اليهودي تعني من له السلطان تعني من له السياده تعني من له ويحق له الخضوع تعني من له إطاعة الأمر تعني من له التواضع تعني من له العبادة كل ما تعنيه كلمة الملك عشان كده لما بيقول أبونا ملكنا بيقرر 44 مرة وللأسف تحولت مع الوقت وضل أيضا حذر منه المسيح من التقرار الباطل مش العيب في الكلمات العيب في التقرار الباطل كلمة الباطل في اللغة اليونانية تعني بلا وعك مجرد لسان بيقول لسان شغال مع نفسه التكرار الباطل المسيح لم يشجب الكلمات الجميلة اللي كان بيعلنها اليهودي بس على شرط يعلنها بوعي على شرط يبقى فاهمها على شرط يبقى فعلا قلبه متناغم معاها بالظبط بالظبط لكن شجب انه تحول الى اله روتينيه روتينيه بيقرر لمجرد التكرار. اليهود كانوا عارفين انه للصلاه اهميه كبيره جدا ولدرجه انه بيقولوا كده لا يوجد يهودي تقي لا يصلي لا يصلي. يعني لازم انك تصلي وكانوا يضعوا في عباراتهم اول ما يدخلوا في مجالس التعليم كانوا يقولوا كده لله وحده الحق ان نعبده لله وحده الحق ان نسجد له لله وحده الحق ان يكون له السلطان لله وحده الحق التسبيح لله وحده الحق ان نردد كلمات الحق امامه لله وحده الحق ان نشهد عن صلاحه لله وحده الحق ان نصلي وان نسبح وان نرنم قدامه كان لازم المعلم اليهودي يردد العبارات دي ويسمعها اليهودي عشان يبقى ذهنه دايما شايف انه ربنا ده عظيم جدا فاكر الرب لما قال لهم وصاهم ان الكلمات التي اكلمكم بها دي تحطوها عصائب على بين اعينكم على ايديكم تتكلم بيها وانت قاعد وانت واقف وانت في بيتك مع اولادك وانت خارج يعني الرب كان بيشجع من في وصاياه انه الشعب دايما يلهج زي ما قال لي يشوع كده فينا تلهج في كلمات هذا السفر لان حين تصلح طريقك وحين تفلح تفلح وكمان في مزمور واحد لما يتكلم على يلهج ال... يلهج في ناموسه نهارا وليلا فكان الرب دايما بيشجعنا ان احنا نقول باستمرار يعني بنلهج في كلمته في وصاياه تبقى قدام عينينا ما تبقاش حياتنا فيها في حياه ازدواجيه او الرب ده لممارسات معينه لكن يبقى حياه حياه كامله بكل جوانبها فتكون حياتنا حياه صلاه. في جمله كان احد معلمي اليهود في القديم قبل زمن المسيح كتبوها وكانت عارفه لما بتدخلي كنايس مرات ادخلوا الى حضرتي وتلاقي بترمي. على المنبر وبتاع كانت دي عباره مكتوبه على المعابد وعلى الكنيسة وعلى المجامع اليهوديه اه وكل يهودي عارفها يقول كده ان القدوس يطوق او يشتاق إلى صلوات الأبرار ويكتبوا تحتها الجملة أو الآية اللي موجودة في مزمور 145-18 الرب قريب للذين يدعونه, يدعونه. هو. ده ال ال الفكر اليهودي كان يقولوا كده أن أي يهودي حقيقي يسكن فيه فعليا الروح الحقيقي ولأن يسكن فيه فعليا الروح الحقيقي يجب أن يعطي للصلاة أهمية قصوى ويجب أن تكون الصلاة هي على قائمة أولوياته التعبدية كل يوم. واو فهو ده الـ الـ مش مجرد الـ كان اليهود ينظرون إلى الصلاة مش مجرد وسيلة يحصلوا من خلالها على أشياء لكن, لكن أسلوب حياة أسلوب حياة بيعيشوها باستمرار عشان كده في مزمور 65 يقولوا الكلمات دي يا سامع الصلاة إليك يأتي كل إليك بقشار. يأتي كل بشر عشان كده كانوا بيقولوا ينبغي على كل يهود أن يصلي واليهود الغير حقيقي هو الشخص الذي لا يصلي. يبتعد ولا يصلي لكن اليهود الحقيقي هو الذي يهتم بأهمية الصلاة في كتاب المدراش كانوا بيقولوا كده أنه الملك البشري يستطيع أن يجيب ويلبي طلبات شخصين أو ثلاثة في نفس الوقت لكن لا يستطيع ان يلبي ويجيب طلبات كل اكثر الشعر. الناس وكل الناس، لكن الله الحقيقي الملك الحقيقي هو الذي يستطيع ان يلبي جميع طلبات البشر وجميع من ياتون اليه بقلوب تريد ان تشبع قلب الله. عارف الحقيقه افتكرت الفتيه الثلاثه لما كان اكيد الفكر ده ماليهم لما اتحدوا نبوخذ نصر وقالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر، لنا اله قادر ان ينجينا من يدك ايها الملك والا حتى لو ما نجناش احنا مش هنسجد للتمثال يعني قد ايه كان مهابه الرب ومخافه الرب في حياه الثلاث فتيه دول شدرخ وميشخ وعبد ناغو انهم غيروا كلمه الملك يعني دي الحياه الحقيقيه اللي كانوا عايشينها دانيال والفتيه الثلاثه حتى وهم تحت السبي وتحت القهر يعني المجتمع كله والنظام كله والدولة كلها لكن كانوا بيعلوا اسم الرب وبيصلوا وبيرفضوا انهم يسجدوا لأي حد غير الرب عارفة كانوا يكتبوا في المدراش الكلمات دي أذن البشر لا تستطيع سماع كل صرخات البشر لكن أذن الله لا تمتلئ أبداً فهي تستطيع ان تسمع كل صرخات البشر. حلويا. هو لا يتعب البته من صلوات البشر. هو متاح لجميع الناس. هو متاح ل... هو يسمع الناتج. عشان كده في عبارات كده بنقراها في المزابير يقول له كده مثلا تاوه الودعاء يا رب قد سمعت. سمعت. يقولون في ال... في الكتب التعليميه ولا سيما المدراش ان البشر لا يستطيعون ان يقرأوا ما يدور في خاطرك ولا يستطيعون ان يصلوا الى صرخات اعماقك لكن الله يسمع جيدا حتى تاوهات قلبك يسمع كل شيء وبيعتبروا حتى التاوه ده عارفه كلمه الاه اللي من جوه بيعتبروها صلاه قدام الله هو ده المنظور قالوا كده ان الصلاه للرب يجب ان تستمر وتستمر وتستمر وقالوا ان الصلاه لا يجب ان تكون مجرد وسيله تلجا اليها عندما تشعر بالياس فقط لكن الصلاه هي تامل وحياه يوميه يجب ان تعيشها باستمرار حابب افتكر الرب يسوع يعني لما حضرتك قلت ان انا أبونا وملكنا لما رب قال ان كنت انا السيد والمعلم انتم تدعونني م. سيد ومعلم وحسنا تفعلون لاني انا كذلك م. دي حاجه الثانيه لما علم يسوع افكارهم م. يعني ما فيش زي ما انت قلت ما فيش بشر يقدر يعرف افكاري لان انا مش بتكلم بيها لكن الكتاب لما يشير ان علم يسوع افكارهم في كذا موضع يعني قد ايه ده بيثبت فعلا أن الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد في كلمة كانت مكتوبة في التلمود يقول كدة أكرموا الطبيب قبل أن تحتاجوا إليه مم. وهكذا أكرموا الرب في كل وقت قبل أن أنا. تشعر في لحظات أنك مضطر أن تحتاج إليه وده اللي الرب يسوع قاله اسهروا <applause> وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربه <applause> هو ده حتى في الصلاه, الصلاة اللي كانت موجود؟ حتى في الصلاه ربنا بيقول لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير لكن احنا بناخد موقف هجومي قبل ما ابليس يهاجمنا ان احنا الصلاه بتبقى سلاح كمان هجومي مش بس دفاعي ان احنا بعد ما نخش في الموقف او التحدي ان احنا نصح هقول جملتين عشان وقت الحلقه خلص يقول في جملة كانت مكتوبة ايضا في التلمود بتقولي القدوس يقول عن الله أن كما انه من واجبي أن أعطي المطر والندى وأن اجعل النباتات تنمو وأن أقوت الانسان يجب عليكم أن تكونوا دائما امامي تسبحونني على أعمالي وفي جملة ثانية مكتوبة هناك بيقول كده انه إيه لا تجعل من صلاتك مجرد استغاثة تلجأ بها إلى الله لكن اجعل صلاتك حديث لا ينقطع قائم على حب وعلاقه مع الله هللويا <applause> <applause> وفعلا الكتاب يقول اما شركتنا نحن فهي <applause> مع الاب ومع ابنه بجد يعني لما نبتدي نبص على الصلاه اللي في قلب الله الاب والابن والروح القدس من نحونا ان الله بكل اقانيمه بيشترك معانا في الصلاة يعني رب يسوع لغاية النهاردة بكتاب يقول إن هو حي كل حين يشفع فينا بيصلي من أجلنا واقف معانا بيشددنا بيشجعنا فالنهاردة وإحنا داخلين نصلي ما نبقاش بالفكر العقيم اليهودي اللي أنا داخل أدي واجب لأنك أنا داخل أتقابل أتلاقى مع ابويا السماوي يا رب احنا بنشكرك يا رب. من اجل يا رب انك بتفتح قدامنا يا رب افاق جديده ان احنا يا رب لما ندخل لمحضرك نبقى داخلين عشان نتعرف بيك اكتر ونحبك اكتر ونعاشرك اكتر ونعرفك اكتر كما هو انت يا رب انه فعلا ان حياتنا ما تكونش روتينيه او اداء لكن تكون نبع محبه يا رب يفيض كل يوم لجلالك أكتر وأكتر وتكون حياتنا حياة صلاة مستمرة يا رب إن احنا نكون دايما في علاقة معاك في أي وقت في اليوم وكل اليوم في اسم يسوع وإلى اللقاء في حلقة جديدة وصلوا هكذا